السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الدرس المهم جدا يلي رح نحكي فيه عن عدد من النقاط، أهمها كيف بتتفقد إذا في عليك مخالفة أم لا، سواء للسيارة أو الميتور، إذا كانوا على اسم شخص أو إذا كانوا على اسم شركة من موقعين مختلفين. رح نتعلم طريقة الإيدولت ورح نتعلم طريقة وزارة المالية. بعد ما نشوف المخالفات يلي علينا رح نتعرف على أهم رموز المخالفات بحيث نعرف كل مخالفة طلعت لنا وين وإيمت وليش طلعت لنا. بعدها رح نتعرف على مراحل كتابة المخالفة، كيف أول شيء بيتم تنظيمها من قبل الكاميرا أو الشرطي، ثم بيتم إدخالها على السيستم، وهذا الشيء اللي رح يفسرنا أنه أحيانا بيكون في علينا مخالفات بس منفوت على واحد من السيستمات ما بنلاقيها بينما منفوت على الثاني وبنلاقيها. ورح نتعرف كذلك على مصطلح التبليغ بحيث أنه كل المخالفات بتركيا إذا دفعتها خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ بيصير عليها حسم 30%. وكذلك رح شارك معكم تجربة لأحد الأشخاص حجزوا له على كل حساباته البنكية بس لأنه ما دفع مخالفة مرورية. ورح نتعرف كذلك على طرق دفع المخالفات سواء عن طريق الإنترنت، رح ناخدها بطريقتين، عن طريق الـ PTT AVMI أو عن طريق الموقع الرسمي لدائرة الضرائب بتركيا. آخر شي رح نتعلم كيف نتأكد أنه هاي الفاتورة اندفعت أو لا، ونتعلم كيف نعمل اعتراض على الفاتورة. كل هاي المواضيع ومواضيع تانية رح نناقشها بدرس اليوم، لكن قبل ما نبلش الفيديو بدي أذكركم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. خلينا نبلش سوا. بداية لحتى تتفقد إذا الميتور أو السيارة تبعيتك عليها جزا أو لا، لنفرض أول شيء بحساب شخصي، فبتفوت على الإيدوليت بتكتب من هون جزا، وبعدين بتنقر على أراش بلاكسنا يزلن جزا صور قولا ما جارتشك كشي، ومن هون بتشوف المخالفات يلي طالعة على السيارات يلي باسمك، يلي باسم صاحب هاي الإيدوليت. مثلا هون مثل ما نكون شايفين في عنا رقم البلاكي ومقدار الجزا، إذا فتنا على وحدة منهم بنشوف تفاصيل هذا الجزا. تفاصيل الجزا شو يعني؟ يعني رقم التيجي للشخص يلي باسمه هاي السيارة أو الميتور، أراش بلاكس يعني رقم البلاكي، توتانكسيري سرانو مرس هذا الرقم لازم نحفظه، بعد شوي لما بدنا ندفع بده يقولنا دخل التوتانكسيري سرانو مرس، فهذا بنكتبه على ورقة مشان بعد شوي لما بدنا ندفع هاي المخالفة نقدر ندخله. اللي بعده جيزا توتار يعني مقدار الجزا، هاي 132 ليرة، وين تنظمت هاي؟ بهاتاي. دوزان لدي يار يعني بالضبط وين بهاتاي، بأتاتورك جادة سي أورمان إشلتمي كافشاو يعني عند بالسوق عند مديرية الغابات. جزاء تاريخي ايمتى تنظمت؟ ب 22/4/2020 الساعة 15:24. جزاء مادة لري 78/1 بي، طبعا هاي 78/1 بي هو السير بدون حزام امان او السير بدون خوذي بالميتور. طيب شو في عنا اكواد ايضا مشهورة؟ في عنا ال 51/2 سي واللي هي بتدل على السير بسرعة اعلى من السرعة المسموح بها ضمن الطريق اللي كانت فيه السيارة. وفي عنا عدد من الأكواد التانية رح حط لكم إياها بصندوق الوصف تبع هذا الفيديو. هيك بنكون اتعلمنا كيف نفوت على الإيدوليت تبعية الشخص ونشوف المخالفات يلي جاي على السيارات يلي باسم هذا الشخص. نتعرف على المخالفة وين تنظمت وأيمتى تنظمت وقديش مقدارها وهي مخالفة على شو. طبعا يذكر يا جماعة أنه الموضوع مو موضوع مخالفات مادية فقط، في موضوع تاني كتير مهم يلي هو انه كل مخالفة نحن بندفعها بتنزلنا نقاط من نقاط الشهادة. نحن بكل سنة مسموح لنا 100 نقطة جزا، لما بنطلع فوق ال 100 نقطة بيسحبوا مننا الشهادة لمدة 4 أشهر، وبعدين بيطالبونا بتقرير طبيب نفسي وكذا لحتى يرجعوا يرجعولنا الشهادة. فمثلا مخالفة حزام الأمان ب 15 نقطة، مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء ب 20 نقطة. رح احط لكم ايضا بصندوق الوصف تبع هذا الفيديو اشهر المخالفات وكل مخالفة كم نقطة بتحذف من شهادة السواقة. ديروا بالكم بكل سنة مسموح لكم فقط 100 نقطة والا بيسحبوا منكم شهادة السواقة. هلا خلونا نروح للموضوع الثاني. كيف بنستعلم عن الجزيات يلي جاي على سيارة مسجلة باسم شركة؟ قال بسيطة، بنفس الطريقة بنفوت على الاي دوليت تبعية الشخص يلي الشركة باسمه، وبنكتب نفس الشيء جزا، ومن هاي القائمة بدل ما نختار الجارتشيك كشي يلي هو السيارة المسجلة باسم شخص مننزل لتحت لحتى نلاقي أراش بلاكسنا يزلان جزا صور قلما تزال كشي يعني شركة أو منظمة، ومن هون أيضا منلاقي نفس المعلومات يلي لقيناه هون هنيك، إذا في جزيات بيطلعوا لنا هون. إذا هيك بتكون أول نقطة خالصة.
يلي هي فتنة عن طريق الإيدوليت، اتفقدنا الجزيئات المكتوبة على السيارة أو الميتور، وكتبنا السراسري نمرة السم عشان بعد شوي لما بدنا ندفع يكون موجود جنبنا. طيب في طريقة تانية لحتى نتفقد المخالفات المكتوبة على السيارة أو الميتور غير الإيدوليت؟ قال إيه في. كيف؟ خلونا نتعلم سوا. قال الطريقة كالتالي: منفوت على موقع مديرية الضرائب، الموقع رح أترك لكم إياه تحت بصندوق الوصف تبع هذا الفيديو. بيطلع لنا هون انه اذا بدكم تشاركوا بخمس اسئله وهيك، بنقول له تكرار جوستيرمي، لا ما بدنا نشارك ولا بقى تظهر لي اياها. من هون يا جماعه بننزل لتحت بنلاقي شيء اسمه مي تي في في ترافيك برا جيزاس، يعني دفع ضريبه المي تي في والمخالفات المروريه. رح نقول له اديمي، بنحط هون يا جماعه بالفراغ الاول رقم التي جي للشخص يلي باسمه السياره، بالفراغ الثاني رقم البلاكه، بالفراغ الثالث منحط هاير وزال بلاكا، هاي بس للسيارات يلي نمرتها خاصة، ومندخل هذا الكود الموجود هون ضمن هذا الفراغ. بعد ما ندخل هاي المعطيات بنكبس على السورغولا أو الاستعلام. مثل ما احنا شايفين يا جماعة طلع لنا هاي اللائحة. هاي اللائحة من فوق مثل ما نكون شايفين فيها عدد من التبويبات، خلينا نشوفهم واحد واحد لأنه كل واحد فيهم مهم، قد إذا غفلنا عن واحد منهم يوصل الموضوع لأنه يحجزه على حساباتنا البنكية. أول تبويب مهم يلي هو موتورلو تاشتلار فارجسي، منشوفها إذا علينا ضرائب بسموها ضرائب طرقية. هاي الضريبة بتطلع كل 6 أشهر مرة على الميتورات وعلى بعض السيارات، فمن هون ممكن تقدروا تشوفوها وتدفعوها. التبويب الثاني اللي هو الجزاء بالجيلري، من هون طريقة تانية لحتى تشوفوا الجزيات المكتوبين على هاي السيارة، وهون ميزتها انه بيطلع لك فقط الجزيات يلي غير مدفوعة. في تنويه هون جدا مهم جدا جدا مهم، بالاي دوليت بيطلع لك الجزيات المدفوعة وغير المدفوعة، يعني حتى لو دفعت المخالفة يلي طالعة على الاي دوليت بتستمر بالظهور على الاي دوليت بينما بتروح من هون. فانت بعد ما تدفع المخالفة، بعد ما تدفع المخالفة بكم ساعة بطبيعة الحال أو يوم على الأكثر لبين ما توصلهم، وإذا كان عطلة بدك تستنى لأول يوم عمل، وبدك ترجع تتفقد إذا المخالفة اندفعت أم لا، فالإي دوليت ما بتفيدك لأنه الإي دوليت رح تعرض لك المخالفات المدفوعة وغير المدفوعة، خلص هاي بسجل لك على الإي دوليت، بينما هون بتطلع لك فقط المخالفات غير المدفوعة. هل لاحظوا هون شو مطلع لي؟ ترافيك برا جيزاس بورجنوس بولون ما مقتدر، يعني ما في عندك جزيات غير مدفوعة. طيب اذا بدي اشوف الجزيئات المدفوعه بنتقل على التبويب التالي، التحصيلات بالجيلري. ما بتذكروا هنيك من شوي بالاي دوليت طلع علي مخالفتين كل وحده 132 ليره، هدوليك انا سبق ودفعتهم، فمشان هيك طالعين لي بالمحل المدفوع. مو بس دفعتهم، لاحظوا اخذت عليهم حسم كل وحده 30% لانه دفعتهم خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ. هذا كله رح نتعلمه لاحقا. إذا هيك يا جماعة بيكون خلص الجزء الأول من الدرس، اتعلمنا كيف نتفقد إذا في مخالفة أو لا علينا، سواء كانت على اسم شركة أو على اسم شخص. تعرفنا على أشهر رموز المخالفات، وحكينا تنويه كتير مهم إنه على الإي دوليت بنشوف المخالفات المدفوعة وغير المدفوعة حتى بعد ما ندفعها بنلاقيها موجودة، بينما هون بعد ما تندفع بتنتقل على تبويب تاني اللي هي المخالفات المدفوعة. قبل ما نسكر هاي النقطة يا جماعة حكينا وحكينا، خلينا نحكي عن مراحل المخالفة. الأول شيء بتنكتب المخالفة من قبل شرطي المرور أو من قبل الكاميرا. تاني شيء بعد كم يوم بيتم إدخالها على السيستم، يعني ممكن يخالفك شرطي المرور بمخالفة وتفوت على السيستم ما تلاقيها، ليش؟ لأن لسه ما تم إدخالها على السيستم. ثالث شيء مرحلة التبليغ، بيبلغوك الجماعة أنه في عليك مخالفة. كيف بيبلغوك؟ بيبلغوك عن طريق الإي دولة. قال كيف يعني؟ بتفوت على الاي دوليت بتنقر على هدول الثلاث نقط، من هون بتروح على مساج لارم رسائلي. لاحظوا هون في تبليغ جاييني عم بيقول لك تسجيل بلاكا صنا يازلان جيزا، في مخالفه على السياره يلي باسمك. خلينا نفوت عليها نشوفها بالنقر على ايقونه العين. لاحظوا هون شو قايل لك؟ قايل لك في جزا بتاريخ كذا كذا الساعه كذا على السياره يلي بلاكتها كذا، فهذا يعتبر تبليغ. إذا دفعت المخالفة خلال 15 يوم من تاريخ هذا التبليغ فبيعملوا لك حسم عليها 30%. فمشان هيك دائما خلي عينك على هدول الرسائل اللي بيبعتوا لك ياهن، في بعض الرسائل بتطنش وفي بعض الرسائل لازم تاخدها تماما بعين الاعتبار.
بتقول لي طيب إذا ما دفعت خلال هدول ال 15 يوم ما بتستفيد من الحسم 30% تبع هاي المخالفة. طيب إذا ما دفعت بعدها بصير عليك غرامة تأخير. طيب إذا ما دفعت بيوقفوا لك حساباتك البنكية كلها، بيبعتوا بريد لكل البنوك إنه هذا الزلمة في عليه مخالفات ما دافعة، فبيعملوا لك بلوك على كل حساباتك البنكية. قد يكون الموضوع مشان 200 أو 300 ليرة، فدير بالك تهمل دفع المخالفات بشكل عام بتركيا. صفي لنا الجزء الأخير من الدرس يا جماعة، يلي هو كيف مندفع المخالفات بدون تأخير. خلينا نفوت على الجزء الخاص بدفع المخالفات من الدرس، كيف مندفع مخالفاتنا. في عنا طريقتين، إما عن طريق موقع دائرة الضرائب أو عن طريق الـ EPTT Avime، نفس المعطيات تماما هون وهونيك. نفوت على الـ EPTT Avime، نقرأ هدول الثلاث نقاط، بنضغط على ترافيك جيزاس اوديمي يعني دفع مخالفة مرورية. من هون إذا كانت السيارة أو الموتور باسم شركة بنختار تزال كيشي، وإذا كانت باسم شخص بنختار جاتشيك كيشي. فخلينا نحن هون ناخذ مثالنا على الجاتشيك كيشي اللي هو الشخص، وندخل رقم البلاكي ورقم التيجي، وبعدين ننقر على ترافيك جيزاس سورغولا الاستعلام عن وجود مخالفات. لاحظوا هون قال لك ترافيك برا جيزانز بولون مضى، يعني لم يتم العثور على جزا بالسيستم. هذا الموضوع ما بيعني انه ما في جزا، قد يكون في جزا بس لسه ما تم ادخاله على السيستم. طيب بفرض انك انت تبلغت، اعطاك الشرطي مثلا ورقه او مسكتك الكاميرا وانت فت على الاي دوله شفت انه عليك جزا، وانا بدي ادفع هذا الجزا، فشو بنقول له؟ بنقول له بيان لي ادي. هذا الخيار بيعني انه انا بعرف انه في مخالفة بس لسه ما انا نازلة على السيستم. هون مثل ما انا شايفين يا جماعة رح يطالع لنا عدد من الحقول بدنا نعبيها، بعدين ننقر على زر السرقلة. خلينا نشوف هدول الحقول واحد واحد. التيجي كملك نمر الصي، رقم التيجي للشخص اللي باسمه السيارة، آد سوياد اسمه وكنيته للشخص اللي باسمه السيارة او الميتور، البلاكة البلاكي، الادرس هو عنوانه بتجيبه من فاتورة الكهرباء، التوتناك سريسرا نمر الصي. خليني اخذكم على الاي دوليت، اذا بتتذكروا التوتناك سيريسرا نمرسه هو هاد، قلت لكم احفظوه اكتبوه على شقفة ورقة مشان بعد شوي رح نحتاجه. بناخده من هون بنحطه هنيك. وفي عندك التوتناك دوزين ليمي تاريهي، كمان رح ارجع اخذكم على الاي دوليت. لاحظوا هو الجزاء تاريهي بناخده من هون 22/4/2020 بنحطه هنيك. واخر شيء عنا التوتناك تبلي تاريخي، ايمت انت تبلغت بهذا التوتناك. شو يعني ايمت تبلغت؟ قال اذا رجعنا على الاي دوليت، ايمت تبلغت يعني هو تاريخ هي الرساله. الجماعه ما بعتوا لك على الاي دوليت تبعيتك انه في عليك مخالفه مروريه، هذا بيعد تبليغ. هي الرساله تاريخها 13/5/2020. اذا بنحط تاريخ المخالفه وبنحط تاريخ التبليغ، الجزا توتر هو 132 كان، ونحط بعدها صفرين يعني ما في قروش عنا. قبل ما نغادر هاي الواجهة يا جماعة واكبس على الزر سورغولا، كان بدي انبهكم على شيء. موضوع التوتناك تبلي تاريخي، اذا ما كانت لسه جايتك رسالة لا على الاي دوليت ولا على عنوان بيتك، بتحطه بتاريخ اليوم الحالي اللي انت فيه. نكبس هون على زر السورغولا ومننزل بالصفحة لتحت. منلاحظ مثل ما انكم شايفين انه قال لي انت في عليك مخالفة مقدارة 132، بس لانك دفعت خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ رح تصير عليك 99 فقط. فرح نقول له إيلارلي يعني التالي. لما رح نقول له إيلارلي بيفتح لنا ايضا هون كمالة الصفحة. هون بنحط معلومات الكرت، اسم صاحب الكرت، رقم الكرت المؤلف من 16 خاني، تاريخ اخر استخدام بتلاقوه على الوجه الامامي تبع الكرت، والسي في سي بتلاقوه على الوجه الخلفي، والاي بوستا ادريسي. كتير مهم انك تحط ايميلك بشكل صحيح لانه رح يبعثوا لك وصل دفع المخالفة على ايميلك. بعد ما بتعبي معطيات الكرت بتقول له اودي مياب، وبعد يوم او يومين بتروح بتتفقد مثل ما حكينا من هذا الموقع اللي هو موقع دائرة الضرائب، بتقول له من هون اودي مي، بتحط رقم التيجي رقم البلاكي وبتحط هذا الكود، وبتشوفها من فوق هل هي بالمخالفات المدفوعة ام بالمخالفات غير المدفوعة. هيك يا جماعة بيكون خلص درسنا لليوم، كان درس طويل بس غطينا الموضوع من أولته لآخرته، كيف تتفقد إذا في عليك مخالفة، كيف الجماعة بيبلغوك بالمخالفات، شو هي أشهر أكواد المخالفات، كيف تدفع المخالفة، وكيف بتتأكد آخر شيء
انه اندفعت. اخر شيء يا جماعه، الموضوع اللي بدنا نحكي عنه هو الاعتراض على المخالفه. وصيتي الوحيده لكم انه لا تخجل حالك، لانه كل ما بتروح بتعترض على المخالفه فالجماعه بيفرجوك الصور، بيقولوا لك هي صورتك ولا ما صورتك، سيارتك ولا ما سيارتك، حاطط حزام الامان ولا ما انك حاطه، فبتقول لهم فعلا صورتي وكذا وكذا وكذا، فبيقولوا لك خلاص ما لك حق تعترض. فيعني لا تفكر كتير بالاعتراض على المخالفات بتركيا، لأنه كله مسجل على الكاميرات. كان هاد كل شيء بدرسنا لليوم يا جماعة. الدرس فعلا أخذ وقت بترتيب الأفكار وكتابتهم والتحضير للدرس وتسجيله ومونتاجه. فمشان هيك بتمنى منكم تشاركوا هذا الدرس على أوسع نطاق لحتى يستفيد الكل. لا تنسوا كالعادة تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، رح ننزل فيديوهات إن شاء الله فيها معلومات مفيدة للجميع. تبقوا بخير. لحظة قبل ما ننهي الفيديو، نسيت أقولكم انه اذا في اي اسئلة اكتبوا لنا اياها بالتعليقات. هذا ابن جيراننا عم بعيط، ما بعرف ليش هلا اجى على بالي يعيط، منيح ما كان عم بعيط لما كنت عم سجل الفيديو. اذا في اي اسئلة او استفسارات اكتبوا لنا اياها بالتعليقات تبعيت هذا الفيديو، يعني من جهة انتم بتسألوا وبتستفيدوا، ومن جهة اذا اجى حد جديد بيستفيد ايضا من الاسئلة يلي سألتوها. يلا الى اللقاء اصدقائي، اشتركوا بالقناة مرة ثانية لا تنسوا.